وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني نزل من الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو كلام الله حقيقة لا مجازا. وأما قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام، وقوله في إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أضافه إلى الرسول البشري تارة وإلى الرسول الملكي تارة، وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى. فيقال الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً، وأما إضافته إلى جبريل أو إلى محمد فهي إضافة تبليغ، إضافة تبليغ. ولا يمكن أن القول الواحد يقوله عدة قائلين أبداً، فدل على أنه كلام الله، ولكن أضافه إلى جبريل قول رسول كريم إضافة تبليغ. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. فأنت لما تسمع مثلاً معلقة امرئ القيس يقرأها شخص، يقرأها شخص عليك، هل يقرأ؟ ما هو بهذا كلام الشخص نفسه؟ هو كلام الشخص نفسه، هو اللي يقرأها ينطق بها، لكن هل هي كلامه؟ هل هي نظمه؟ ولا نظم امرئ القيس؟ هو مجرد ناقل فقط، مجرد راوي وناقل للشعر. وأما الشاعر فهو امرؤ القيس الذي قال هذه القصيدة، هذا الشيء واضح ما يحتاج إلى وقفة أبدا. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فهم مبلغون عن الله عز وجل. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلقون بها.